قداسة غبطة البطريرك بير باتيس سيابتس بالا بطريرك القدس للاتين قداسا إلهيا في كنيسة القديسة كاترين الرعوية في بيت لحم بمناسبة منح الرسامة الكهنوتية للشماس الإنجيلي نديم عادل بمشاركة عدد من الأباء الكهنة والراهبات وذوي الكاهن الجديد وجمع من المؤمنين. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. رسامة الأب نديم جاكمان. وسط فرحة كبيرة ملأت القلوب، منح غبطة البطريرك بيير باتيستا باتسابالا بطريرك القدس للاتين الرسامة الكهنوتية للشماس الإنجيلي ابن مدينة بيت لحم نديم جاكمان، بمشاركة المطران بولس ماركوتسو والمطران كمال بطحيش ورئيس المعهد الإكليريكي الأب يعقوب رفيدي والإشبين الأب جبرائيل رومانيلي ولفيف من الكهنة والراهبات وطلاب المعهد الإكليريكي والأهل والأحبة والأصدقاء. امتلأت أدراج الكنيسة بالحضور وابتدأت المراسيم بدخول الموكب إلى كنيسة سانتا كاترينا المحاذية لمغارة الميلاد وعلى وقع تراتيل المرنمين التي صدحت في الكنيسة. حيث تكتب بعض اللحظات أهمية فيها معاني عميقة لطالب الرسامة الكهنوتية التي تأتي بالاسم تلخص جميع النداءات في هذا اليوم المميز وصولاً لأجوبة الشماس نديم وأهمها الطاعة، فالطاعة هي تكريس الوجود من أجل هذا النداء. ويلي ذلك مباشرة ترتيلة طلبة جميع القديسين حيث يجثو أطالب الرسامة على الأرض، فالكهنوت ليس صعوداً للسلطة بل أنه خدمة متواضعة. وبعدها وضع غبطة البطريرك يده على رأس الشماس فجميع الكهنة الحاضرين، وبعد صلاة التكريس قام الإشبين الأب جبرائيل بتلبيس البطرشيل للكاهن الجديد، ثم دهن على راحة يديه زيت الميرون، يلي ذلك تسليم الخبز والخمر فقبلت السلام بين غبطة البطريرك والكاهن الجديد. سر الكهنوت أحلم سر الزواج كإنسان. أنا عندي شابين، الكبير يعني بده يصير خوري والثاني بده متجوز وعنده بنت، وبس لاحظت الفرق إنه في الكهنوت حياة تانية، في إشي أحلى من الزواج كمان. والحمد لله أولها كان صعب عليها بس شوي شوي
كملنا معاه وصرنا نفهم اكثر واكثر، والحمد لله هي وصل، وانا مبسوط كثير انه صار بصير كاهن هلا. انا اليوم كثير مبسوطه وفرحانه انه انا قدمت ابني للرب، وهي اولها المزبوط كانت كثير صعبه، بس اليوم فرحتي يعني ما بتوصف قديش انا كثير فرحانه، وان شاء الله الله يوفقه يا ربي والله يحميه ويقدره على هذا الإشي اللي هو راح يكون معه ويعمله. وبعدها وقف الكاهن الجديد الأب نديم إلى جانب غبطة البطريرك والمشاركة في الذبيحة الإلهية. وبعد إعطاء البركة تم تقديم التهاني للأب نديم ولأسرته وللكنيسة، وسط فرحة الجميع أمام الكنيسة، وخصوصاً أنها رسامة جديدة على مذابح الرب. فهنيئاً لكاهن وأباً جديداً وخادماً أميناً قطف ثمار سنوات من التحضير والدراسة والمثابرة، وصولاً للرسامة الكهنوتية خادماً لهيكل الرب. We are very happy for the Church of Jerusalem and for the parish of Bethlehem, because after many years we have finally a priest coming from this parish, one of the most important parish of our church and in the heart, Bethlehem, where Jesus was born. And this is a blessing and sign of vitality of our church, and also a sign of grace among our community. May the Lord bless him and all our communities. اليوم نهنئ أخونا نديم جاكمان الكاهن الجديد، فرحتنا كتير كبيرة في رسامته، يوم رسامته اليوم في هذا المكان المقدس، كنيسة القديسة كاترينا الرعوية، المكان اللي فيه يسوع صار إنسانا، دخل العالم، دخل تاريخنا البشري وأعطى ذاته للجميع. اليوم من خلال هذا الكاهن الجديد، من خلال صلاته وقداسه اليومي، يسوع رح لا يزال يعطى إلى العالم أجمع من خلال إيديه. ومن ناشد كل الشباب والشابات أنه يسمعوا صوت الرب، بحاجة لعمل صالحين في كرم الرب. ربنا يحميكم جميعا، وألف مبروك لعائلة جاكمان ولرعية بيت لحم وللمعهد الإكليريكي والبطريركية، ربنا يحميكم دائما. كبيرة صراحة للكنيسة ولإلي إنه يكون في كهنة جداد، فمنصلي من أجل الدعوات حتى يكون في كهنة جداد يخدموا الكنيسة، وربنا يبارككم. للنورسات مارلين الحدوة من كنيسة سانتا كاترينا بيت لحم.